هذا سائل يقول: هل الصوفيون مشركون؟ الصوفية ما هم واحد، الصوفية الغلاة والصوفية الذين دونهم الله أعلم بهم. نعم، اللي يدعو غير الله أو يعبد غير الله صوفي ولا غيره مشرك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولكن يغلب على الصوفية البدع، يغلب عليهم البدع، يعملون بالبدعة، ترك السنة. نعم.